السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من التلفزيون المصري، وبين يوم مضى وآخر يطل إليكم أحداث 24 ساعة نبدأها بالعناوين. قمة مصرية كويتية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع أمير قطر جهود وقف إطلاق النار في غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب 5 مجازر جديدة بقطاع غزة تسفر عن استشهاد 47 شخصا وإصابة 61 آخرين. إلى تفاصيل الأحداث. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي يقوم بزيارة لمصر لدى وصوله مطار القاهرة، كما أجريت لضيف مصر مراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية. هذا وعقد زعيمان مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والكويت والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي يقوم بزيارة حيث تم تأكيد التقدير الكبير للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين على المستويات كافة، وعزم البلدين على الاستمرار في تعزيزها خلال الفترة المقبلة واستكشاف مختلف مجالات التعاون المتاحة لدفع العلاقات الى افاق ارحب بما يعكس العلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين. كما حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقليد أمير دولة الكويت قلادة النيل، والتي تمثل أرفع الأوسمة المصرية وأعظمها قدرا وشأنا. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مختلف الأوضاع الإقليمية التي تكتسب أهمية خاصة لما يواجه البلدين والمنطقة من تحديات مشتركة تفرض تعزيز العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة. وقد تم في هذا الصدد استعراض الجهود المصرية للتهدئة في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، حيث أشاد أمير الكويت بالموقف المصري المشرف تجاه الأشقاء في غزة. كما ثمن السيد الرئيس من جانبه الدعم الكويتي الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية، وتوافق الجانبان على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بدوره للوقف الفوري لإطلاق النار. هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة، وشدد على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مصر والكويت بمناسبة زيارة الدولة لأمير دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية. ووفقا للبيان المشترك، اتفق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في الأرض المحتلة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار رقم 2720 بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدة الإنسانية إلى القطاع. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، تناول مستجدات الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. يتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدة الإنسانية إلى القطاع بالكميات الكافية والملائمة. أكد الجانبان حرصهما على استمرار العمل المشترك والتواصل مع مختلف الأطراف لوقف الحرب وحماية المنطقة من تبعات اتساع دائرة الصراع واستعادة الأمن والاستقرار في الإقليم. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تحقيق مستقل في المقابر الجماعية التي اكتشفت مؤخرا في قطاع غزة، وشدد غوتيريش على أن العائق الرئيسي أمام توزيع المساعدات في غزة هو انعدام الأمن لموظفي الإغاثة والمدنيين، داعيا إلى إصدار تعهد بفتح معبرين بين إسرائيل وشمال قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات. كما ناشد غوتيريش جميع من لهم نفوذ لدى إسرائيل أن يفعلوا كل ما في وسعهم لمنع الهجوم العسكري على رفح، محذرا من أن أي خطوة من هذا القبيل ستكون تصعيدا لا يحتمل. في غضون ذلك، دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني إلى إجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل والاعتقال التي تعرض لها موظف الوكالة، ذلك بمجرد انتهاء الحرب على غزة. وقال لازاريني إن إسرائيل منعته من دخول غزة الشهر الماضي، وإنه يعتزم زيارة القطاع مجددا الأحد المقبل، معربا عن أمله في أن يسمح له بالدخول. الأونروا هي أكبر مقدم للمساعدة الإنسانية في غزة، ويتولى موظفوها البالغ عددهم 13,000 إدارة المدارس والخدمات الاجتماعية للاجئين الذين يشكلون غالبية سكان القطاع. وفي عمان، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه سيقدم للمسؤولين الإسرائيليين قائمة بالإجراءات التي ما زالوا بحاجة إلى اتخاذها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأوضح بلينكن في أعقاب محادثاته مع كبار المسؤولين الأردنيين أن أولى شحنات المساعدات المباشرة من الأردن إلى معبر إيريز بشمال غزة ستنطلق اليوم، وطلب وزير الخارجية الأمريكي حركة حماس بقبول مقترح ينص على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. هذا وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة اليوم السابع بعد المئتين على التوالي باستهداف منازل المدنيين والمرافق والبنية التحتية. وذكرت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر أسفرت عن استشهاد 47 شخصا وإصابة 61 آخرين خلال الساعات 24 المنصرمة. في قطاع غزة يبقى الحال على ما هو عليه منذ نحو 7 أشهر من العدوان الإسرائيلي. الدم والدمار أثران لا يخلو منهما مكان في القطاع المنكوب. وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت ارتفاع ضحايا هذا العدوان إلى أكثر من 34,500 شهيد ونحو 78,000 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي، بعدما ارتكبت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة عددا من المجازر أسفرت عما لا يقل عن 47 شهيدا. وفي تلك الصورة التي تتشح بالسواد في غزة تبرز إحصاءات القتل من أثر العدوان في كل مكون. فقد أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن أكثر من 10,000 مفقود لا يزالون تحت أنقاض البنايات المدمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وأن آلاف الجثامين تتكدس تحت أنقاض الأبنية التي خلفتها آلة الحرب الإسرائيلية. مظاهر الحياة في قطاع غزة هي ذاتها مظاهر الموت، فتحت وطأة الدمار وتحلل الجثامين الشهداء يؤكد الدفاع المدني أن أهالي غزة يعيشون مأساة بالغة في ضوء ارتفاع درجات الحرارة وتحلل الجثامين، ما نتج عنه انتشار الحشرات والأوبئة التي ستعصف دون شك خلال أشهر الصيف بالصحة العامة في القطاع. درجات الحرارة المرتفعة التي أضحت أحد مكونات المشهد السيء في قطاع غزة تشير إلى الحاجة الملحة لغذاء صحي وماء صالح للشرب والاستخدام بكميات كافية،
وإلا فالبديل سيكون عقباه هلاك الأطفال والشيوخ وأصحاب الأمراض من أهل غزة. وهناك في فسيفساء العدوان على غزة تكثر مكونات الخطر، حيث أكدت السلطات المعنية في قطاع غزة أن منازل المواطنين والأبنية المدمرة والطرقات لا تخلو من القذائف والقنابل غير المتفجرة التي يخشى انفجارها بين اللحظة والأخرى، ما يشل كل أشكال الحركة الآمنة في القطاع. وهكذا يبدو أن المأساة في قطاع غزة لن تنتهي في المستقبل المنظور، فرئيس وزراء دولة الاحتلال يواصل الرقص فوق جسد هذا القطاع، مؤكدا البدء في عمليات ترحيل المدنيين من مدينة رفح الفلسطينية استعدادا لاجتياحها، مشددا أيضا أن آلته العسكرية لن تتوقف حتى تحقيق كامل أهدافها، وأنه لن يرفع يده عن القطاع حتى في المستقبل. قضت محكمة العدل الدولية بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مضيفة أنها ما زالت تشعر بقلق بالغ إزاء الأوضاع في غزة. كانت نيكاراغوا قد قدمت دعوة تتهم فيها ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة تستعملها في قطاع غزة. متواصلون مع حضراتكم في أحداث 24 ساعة وفيها بعد الفاصل. مصر وبيلاروسيا يوقعان مذكرة تفاهم واتفاقات تعاون مشترك بين البلدين. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص قيادتي مصر وبيلاروسيا على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي أشار مدبولي بوجود فرص واعدة للاستثمار في البلدين، مبديا تطلعه إلى زيادة معدلات السياحة البيلاروسية لمصر. في إطار تطلع مصر وبيلاروسيا لإعادة وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، جاءت زيارة رومان غولوفيتشينكو رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا في أول زيارة له لمصر. وخلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في جلسة مباحثات موسعة لمناقشة سبل التعاون المشترك، تم توقيع العديد من الاتفاقيات المختلفة، منها توقيع اتفاق بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز نظام التجارة المشتركة في إطار جهود التعاون والتنسيق المستمر بين مصلحة الجمارك المصرية ولجنة الجمارك الحكومية ببيلاروسيا. كما جاءت مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين البلدين، تهدف إلى تبادل الخبرات لتعزيز مناخ الاستثمار والأعمال مع الهيئة العامة للاستثمار في مصر. تسعى الحكومة المصرية من جانبها في إطار جهودها للإصلاح الهيكلي إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر زيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة. لذا قامت الحكومة المصرية بتقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات لتحسين مناخ الأعمال، وذلك بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال إجراءات تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وبدء النشاط. كما جاءت مذكرة التفاهم الثانية مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية البيلاروسية بهدف تعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية. ويسعدني أن أؤكد على أن العلاقات الوثيقة بين بلدينا تمتد إلى كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والسياحية، حيث أن الإمكانيات البيلاروسية في إنتاج المعدات والميكنة الزراعية والجرارات معروفة في كافة ربوع الريف المصري، وتساهم جهود بلدينا في زيادة معدلات التصنيع المشترك في هذا المجال وغيره من المجالات التقليدية والمستحدثة سواء بسواء، فضلا عما توفره مصر من مزايا وحوافز يمكن الاستفادة منها من جانب المستثمرين البيلاروسيين. كما أشار مدبولي إلى التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك بين البلدين في الفترة المقبلة. وقد تطرقت مباحثتنا اليوم مع معالي دولة الرئيس الوزراء إلى سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري
وكيفية حل التحديات التي تواجه الجانبين في زيادة هذا التبادل التجاري، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية وأيضا الصناعات الثقيلة. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء البيلاروسي أن هناك العديد من المجالات والفرص المتاحة في البلدين، وهي فرص واعدة يمكن الاستفادة منها خاصة في مجال الصناعة لزيادة التعاون بين البلدين. بيلاروسيا ومصر حققت العديد من الإنجازات في التعاون التجاري على الرغم من العوائق وعدم الاستقرار في العديد من المناطق في العالم، خاصة في المشكلات المالية والاقتصادية في العالم التي أثرت بشكل كامل على العلاقات الاقتصادية مع دول عديدة. أود أن أقول لقد وقعنا اليوم العديد من مذكرات التفاهم الهامة في تطوير العلاقات بين مصر، وستعزز من شروط التعاون بين مصر وبيلاروسيا. كما شهد رئيس وزراء البلدين منتدى الأعمال البيلاروسي المصري بحضور العديد من رجال الأعمال من البلدين لعرض سبل التعاون المشترك في العديد من المشروعات لفتح آفاق استثمارية جديدة بين البلدين. عودة قوية للعلاقات التاريخية المصرية البيلاروسية تبلورت في إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات المختلفة، وجاء على رأسها التعاون في مجال الصناعة، وهناك أيضا العديد من الاتفاق على استغلال الفرص الواعدة بين البلدين لضرورة الانتهاء من هذه التحديات والفرص التي يمكن استغلالها خلال الفترة المقبلة ولتحقيق التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا. أحمد أبو الحسن، النيل للأخبار. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة الترتيبات اللازمة وعملية التنظيم التي تتم لذلك المؤتمر المقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده آخر يونيو المقبل. أكد دينيس بيتروتشيريفتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك أن لقاءه مع الرئيس السيسي كان مثمرا وبناء للغاية، وأنه سيكون بداية لانطلاق أكبر في العلاقات بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للرئيس مجلس الرئاسة البوسنة والهرسك. وشدد بيتروفيتش على أهمية العلاقات الوثيقة التي تربط القاهرة وسراييفو، مشيرا إلى إمكانية زيادة التبادل التجاري بين القاهرة وسراييفو. من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن أمل مصر في تعزيز مستويات التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة دراسة سبل جديدة لتعميق التعاون التجاري بين القاهرة وسراييفو. شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعي مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، واللذين تم تنفيذهما على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعي مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، واللذان تم تنفيذهما على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب ياسر كمال الطودي قائد قوات الدفاع الجوي كلمة أكد خلالها الاستعداد الدائم لرجال الدفاع الجوي الذين يواصلون الليل بالنهار لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي. وقد تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات، وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من المشاركين في أسلوب إدارتهم لمواقف العمليات خلال مراحل التنفيذ، مشيدا بإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وقدرتها على إدارة عمليات مشتركة لمجابهة التحديات الجوية المختلفة
كما التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الدفاع الجوي. ونقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم لحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة المستويات، مؤكدا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بنظم وأساليب التدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية وفقا لأحدث النظم العسكرية في كافة التخصصات، بما يمكنها من تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى المراحل الرئيسية التي تضمنت عرض القرارات والإجراءات المنفذة من الجانبين، وناقش عددا من القادة والضباط في تنفيذهم لمهامهم واتخاذ القرارات المناسبة أثناء إدارة العمليات، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر. حضر المراحل قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. أما الآن في أحداث 24 ساعة نتجه إلى مجموعة من أخبار الاقتصادية المحلية والعالمية نرصدها لحضراتكم في سياق هذا التقرير. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير خلال تفقده مقر الشركة الدولية للصناعات والمشروعات برفقة رئيس وزراء بيلاروسيا، أكد حرص الوزارة على تقديم جميع سبل الدعم الممكن للشركات العاملة بالسوق المصري بما يسهم في تيسير إجراءات الاستثمار وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المستهلكين. أكد رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية حسن مبروك تراجع أسعار الأجهزة المنزلية بنسب متفاوتة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بقوة لدعم الصناعات المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة وتسهيل دخولها. ارتفعت أسعار النفط العالمية بعدما ساهمت محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي عقدت بالقاهرة في تهدئة مخاوف السوق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3% لتصل إلى 88 دولارا و67 سنتا للبرميل. يتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي رغم انخفاض أسعاره مع ارتفاع الدولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.6% ليصل إلى 2320 دولارا و54 سنتا للأوقية. وبعيدا عن عالم السياسة نذهب بحضراتكم إلى جولة طريفة في مختلف عواصم العالم نتابعها في هذا التقرير.
وبدرجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم أحداث 24 ساعة جاءت لكم من التلفزيون المصري. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.